اليوم عندنا يعني بساحة الإرادة اعتصام سلمي، وهدفنا هو الجمع بين الوظيفة والدراسة، وهذه القضية اللي أشغلت الشاب الكويتي أكثر من تقريباً 4 أو 5 سنوات. يعني حنا صدق نواجه أزمة حقيقية، نوجه رسالتنا الأولى لأعضاء مجلس الأمة الممثلين عنا في مجلس الأمة. الشعب الكويتي يعاني، فعلاً يعاني، وهذه تعتبر من أهم القضايا التي مشغلة الشعب الكويتي. الشاب الكويتي يواجه أزمة، أصبحت المحاكم ممتلئة. يعني هذا الكلام ما نقول له استعباط ولا اعتباطي، هذا كلام صحيح. القضايا الموجودة تقريباً أكثر من 7000 قضية بين فتح ملف وبين معادلة. يعني الحين الواحد لما يروح يدرس بجامعة معترف فيها لدى التعليم العالي، ولما يجيب الشهادة يقولك التعليم العالي ما عادل لك، ليش؟ لأنك جامعة الوظيفة والدراسة. زين، أنت يا التعليم العالي، واجبك ووظيفتك الوحيدة اللي احنا نعرفها والبديهية أنك تعادل الشهادة وتشوف جودة الجامعة قبل لا تفتحها، وبعد وتابع مع الطالب إذا كان يحضر ولا ما يحضر. ولا هذا الشيء، الجمع بين الوظيفة والدراسة خاص بديوان الخدمة. خلنا نقول ان ديوان الخدمة يعني بينكم تنسيق، مو مشكلة. طيب انا ما قاعد اضر بعملي ومتنازل عن المميزات الوظيفية وقاعد اداوم وقاعد اخذ اجازات خاصة، وين المشكلة؟ اذا انا قاعد ينخصم من معاشي من الاجازات الخاصة ومنسق مع دوام اني اروح وارجع واروح للجامعة اللي انت معترف فيها التعليم العالي، وين المشكلة ما تعادل لي؟ أو وين المشكلة إذا ما تفتح لي ملف؟